اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده. احنا عندنا يوم في الاسبوع بنعمل سمك اللي هو في متناول الجميع. معانا البولت النهارده من خير مزارعنا، البولت لطيف وجميل وسمكه لطيفه وجميله، اهم حاجه تكون شراعيه، تكون المرعى بتاعتها نظيفه عشان تكون بطنها نظيفه واللحم بتاعها زي الفل. انا اعمله النهارده سمك مقلي بالدمعه، صينيه يعني. الصينيه دي مشهوره جدا في الريف المصري والصعيد المصري اللي هي التخديعه. التخديعه دي لازم تتسبك والسمك يتقلي وبعدين يعوم في التخديعه دي او في الدمعه في قلب الفرن، تاكل صوابعك وراها. عدن السمكه دي شويه رز ابيض، مش رز صياديه خالص. رز ابيض ساده بريء ما فيهوش اي توابل، معمول بشويه زيت وحبهان. معانا سمك فريش وبياض النهارده، هنعمله كريسبي مقلي بطريقه جديده، والشيف المغازي له وقفه مع الكريسبي، لازم الاطفال يحبوها طبعا. نقدر نعملها مع الجمبري، نعملها مع السمك الفليه حسب الرغبه. عدل السفره بتاعتي كمان طبق سلطه خضراء لطيف، السلطه دي لازم تكون فيها سبايس شويه وفيها البصل الاخضر مع الجرجير مع الخس، اكيد برضو لنا وقفه معاها لان اكله السمك لازم الرز الابيض والسلطه الخضراء الاثنين يكونوا موجودين على السفره. اما سلطه الطحينه دي اختياري. معايا الرز المصري الجميل الحلو اللي على النار، تعال نقلبه كده حلو. تقليبه ايه الاخبار؟ هم دول عدل الصينيه اللي في الفرن. مالها الصينيه اللي في الفرن؟ حاضر يا فندم، عايزني افتح الفرن ونشوفها مع بعض ونطلعها. شويه الرز واخدين طعم السمك، فاكرين ميه اللي انا كانت موجوده وحطيت فيها الراس بتاعه السمك؟ شويه رز حلوين كده معمولين بالزيت، وللامانه يعني انا بحب دايما الرز ياخد مكعبين من الزبده، رز الصياد رز السمك بالذات، مش سمنه، زبده. دي بقى امزجه. ميبقاش زيت يعني، انا ايه هي معلقه زيت صغيره ممكن اشوح فيها الرز، بس الرز بعد ما يستوي احط ايه مكعبين من الزبده، الزبده العاديه بتاعتنا، ما تحطيش سمنه. حلو. ايه اللي هتحطه ده يا عم الشيف؟ وغطي الحله. ده عروق بصل اخضر، هقول لك هنعمل بيها ايه بعدين في الاخر. بيقول لي ايه اللي انت حطيته فجاه ده؟ فجاه كده بيكون قاعد المخرج والمصور يشوف في حاجات بتتحط غريبه على الرز لازم يسال. دي عروق البصل الاخضر هتستوي نتيجة البخار وتعرضها للبخار وطعم الفليفر بتاع النشويات والكربوهيدرات، هتلعب دور كبير جدا في الجرنش بتاع الرز. هنقفل كده ونسيبها. وده الغطا ولا مش بتاعتها؟ تمام. حلو. تعالوا مع بعض نشوف الفيليه هنعمله ازاي. واتقل على الرز يا مغازي لما يستوي. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه. ده الرز خلاص كمان جاهز. نجيب طبق للتقديم. جاي على بالي اغرف الرز هنا. اللهم صل على النبي. الاطباق الحلوه كمان بتفتح النفس. تشتري اطباق تعملي اللي فيه اطباق بتبقى على شكل سمك، ايه المشكله لما اشتريها؟ فرصه ان انا اعمل سفره حلوه، البرزنتيشن بتاعي يبقى حلو. عروق البصل الاخضر دي كده اهو، فاكرينه ده؟ اهو ده، اهو هو ده، عايزه انا ده. ده يا حلاوه ده لما ناكله مع السمك. الله، شويه رز حكايه، ومكان البصل الاخضر في السرفيز حكايه. الله، هو ده. الف انا وشفا، الف انا وشفا. بصراحه انا لو السمك الفيليه بعد ما اقليه دلوقتي هسقطه على الرز ده كده واكل المعلات الرز اللي تحت السمك الفيليه المقلي. شفت التفاصيل اللي انا بقولها دي كده؟ خلي بالك. تاني، السمك المالي بعد ما اقليه دلوقتي هحط منه شويه على الرز الابيض ده كده، وانا باكل بقى اخد المعلات الرز اللي تحت حته السمكه المقليه. ده موضوع تاني، بس انتوا طبعا انتوا عارفين انا بقول ايه واقصد ايه هنا. بتبقى واخده بقى البيون والبهريز والخبره الطهويه. شفت شويه الرز؟ ريحه العروق البصل الاخضر طالعه منها حكايه. معلقه الزبده اللي انا حطيتها حكايه. رز ابيض لا تكلتيه عند حماتك ولا عند ماما، خلي بالك لان حقوق الطبع لدينا وبس. اللهم صل على النبي. ده البصل الاخضر اللي كان معايا من شويه.
ألف هنا وشفا للي ياكل. مكانك هنا يا غالي. السفرة بتاعتي فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية، حضراتكم اللي بتحكم. عملنا السمك البلطي النهاردة بالدمعة من الريف المصري والصعيد المصري، كلنا شطار في عمايل الصلصة والدمعة والتخديعة مع البلطي حكاية. عملنا طبق رز أبيض بفليفر وبشكل تاني وبطعم تاني. عملنا السمك الفيليه الكريسبي لأطفالنا الحلوين وكمان كبار السن اللي عندهم مشكلة مع الحسك بتاع الشوك أو الشوك بتاع السمك. الفيليه ده طبعا لطيف وجميل، عايز الرز الابيض بألف هنا وشفا. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.